السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا المشتركين معانا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إن حبكم جميعا في الله. موضوع حلقتنا النهاردة عن بعض الغلطات اللي بتخلي الحمام يبطل يبيض ويبطل ينتج. إن شاء الله هنشوفها النهاردة ونسردها كلها مع بعض، ونشوف إيه هي الغلطات دي عشان مفيش حد فينا يقع فيها والحمام بتاعه يوقف إنتاج. تمام؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. يلا بينا. اول غلطه من غلطات ديت ان تكون بتربي حمام جماعي وما تكونش حاطط عيون كفايه ان الحمام يبيض فيها او ينتج فيها، زي الطواجن بتاعه البيض، زي الصفايح في الشغل البلدي، زي العيون الخشب، زي السلكات. تمام، لازم تكون الحاجات دي متواجده بكثره واكتر كمان من عدد الاسوس. بمعنى لو انت حضرتك مثلا مربي 10 تجواز، يبقى اقل حاجه تحطها من العيون اللي هي يبيض فيها الحمام اقل حاجه 15 عين او 20 عين. ليه؟ لان بعض ازواج الحمام وبالذات الذكوره تبقى فارده نفسها شويه، بتبقى عايزه اكتر من عين، يعني ممكن تكون النتايه واخده عين وبيضه فيها، وتلاقي الذكر بيضرب بيحط يعني ايه بيسيطر على العين الثانيه وبيضرب اي ذكر يقرب منها، فبالتالي هو كده حجز 2 عين. فبالتالي لما تكون العيون قليله بتحصل مشاكل كبيره جدا جدا بين الذكوره، وبتؤدي ان الذكوره بتخش تتخانق مع بعضها عند النضج والبيض بيتكسر، وبعض الازواج ما بتلاقيش ليها مكان انها تبيض، فبتمنع انتاج خالص. تمام، ده كده اول سبب. السبب الثاني نقل الحمام، يعني ممكن يكون حضرتك عند بعض الاصدقاء حمام منتج، وتيجي تاخد الحمام دوت تشتريه منه وتيجي تحطه عندك ليه ما بيبيضش. وفي ناس كتير جدا جدا اشتكت من الحكايه دي، قالوا احنا اشترينا حمام والحمام ده كان منتج عند صاحبه ولما اشتريناه عندنا ما شغلش. طبعا دي بتختلف من مكان لمكان وعلى حسب البيئه اللي هو متربي فيها. يعني لو الحمام متربي بطريقه جماعيه زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني مثلا ديت كلها حمام لسه ما اشتغلش، دي كلها حمام شبابات، حمام عليه ريش. طب الحمام دوت لما باجي اجوزه بحط كل جوز في عين زي ما حضراتكم شايفين. طب لو الحمام دوت يعني نفترض ان الحمام ده كله كده شغال وكله بينتج وهو حر كده، لو جه حد خده مني وحطه عنده مش هينتج. ليه؟ لان هو اولا غير البيئه، غير المكان، غير العيون اللي هو بيبيض فيها، غير الاكل، غير الجو، غير درجات الحراره، غير المكان الاوضه اللي هو واخد عليها، فبالتالي الحمام بيبقى خايف، فلازم ياخد فتره عشان الحمام ياخد على المكان وينتج. طبعا انت بقى بتسهل له الامور وبتهيئ له البيئه اللي هو يقدر يتكيف عليها بسرعه. بمعنى يعني مثلا لو هو مثلا بياكل كلفه عند صاحبه، فانت لازم تقدم له كلفه، حتى لو كنت بتقدم علف بتاكل له كلفه الاول عشان تبدا تستدرجه ان هو ياخد على المكان، وبعد كده بالتدريج تبدا تمنع منه الكلفه وتدي له العلف. طيب هو مثلا واخد على العيون الصفيح، حضرتك عندك عيون خشب، هتلاقي هيخاف الاول من العيون الخشب، بيخاف يخشها لان هو واخد على العيون الصفيح اللي هو الشعبي، فهتبدا انت تستدرجه وتبدا تصبر عليه فتره طويله وتبدا تدي له محفزات وفيتامينات عشان يبدا ينتج. اول ما هو يبقى جاهز للانتاج وصحته كويسه هيبدا يدور على المكان، هيلاقي العيون، هيبدا يخش ويشجع نفسه انه يخش العيون ويبدا ينتج فيها، فهي دي بتاخد وقت برضك شويه. طيب الحمام مثلا انت كل شويه بتخش عليه فبتهيج الحمام مش حاسس بالامان، الحمام عمره ما ينتج طول ما هو مش حاسس بالامان في المكان. لازم الحمام يحس بالامان عشان يبدا ينتج. وطبعا كل واحد صاحب مربي حمام بيبقى ليه طريقه، في واحد بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو داخل وبيخش بالراحه وحركاته بالراحه، في واحد تاني تحس ان هو ايه داخل جري وطالع جري وبيهيج الحمام. فطبعا الحاجات ديت مش صح، المفروض بتتعامل مع حمام برفق وبتسمي الله كده وانت داخل وبتتحرك حركات بطيئه، يعني مش لازم تبقى سريع قوي وانت عند الحمام، لازم تتحرك حركات بطيئه كده بحيث ان انت ما تفاجئش الحمام باي حركه الحمام يفزع منك. تمام، طيب ايه التاني؟ تالت طريقه، تالت خطا ممكن نقع فيه بيخلي الحمام ما يبتش، لو انت مثلا عندك اسوس شغاله وجيت بعد كده خلفت الاسوس، يعني تاخد الذكر تديه لنتايه غير نتايته وتاخد النتايه تديها لذكر غير ذكرها، ساعتها بيبدا الحمام يوقف انتاج. ليه؟ لان انت غيرت الاسوس، فعبال ما الاسوس الجديده تاخد على بعضها دي بتاخد وقت، وكمان لو كانت الاسوس القديمه ديت مع بعض في نفس المكان وحصل التغيير بيبقى كل ذكر متعلق بالنتايه بتاعته وكل نتايه متعلقه بالذكر بتاعها، وبالتالي مش عايزه تاخد الوليف الجديد اللي انت عطيته لها، فدي بتبقى مشكله كبيره جدا. وممكن بعض الحمام بيبقى متمسك بالزوج الاولاني وما بيتجوزش خالص، ولو اتجوز بيبقى عندوش انتماء، ممكن يكسروا البيض وممكن ما ياكلوش الفروخ، فديت حاجه نفسيه لازم تخلي بالك منها جدا. الحمام
طير زي الطيور، وكائن من الكائنات ليه شعور وبيحس وبيفهم وبيبقى عارف كل حاجة وذكي. فانت لازم تتعامل على هذا النطاق وعلى هذا الوضع، تمام؟ فلازم لما تيجي تغير الأزواج تغيرها لهدف، لتكون انت عايز مثلا نوع لنوع، وفي نفس الوقت حاول تبعد الشريك الاولاني من المكان خالص عشان ما يبقاش قدام عينيه، فهو بالتالي بيحفزه ان هو ممكن يرجع له في اي لحظه، فبالتالي ما بيديش الولاء الكامل لزوجه الجديد. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه. السبب الخامس اللي بيخلي الحمام ما ينتجش او يوقف انتاج الحمام وجود حيوانات في المكان او قوارض، يعني مثلا الفيران، العرس، القطط، الكلاب، الحاجات دي بتعمل عملية قلق للحمام، فبالتالي الحمام مبقاش منتج وبيبقى خايف. دايما الطير بصفة عامة سواء حمام او اي طيور عشان تبدأ تحط البيض بتاعها اللي هو بالنسبة لها اهم حاجة في حياتها وهي اكتر امانة هو عايز يخاف عليها وبيحافظ عليها، فانت لما تكون مخوفه او رعبه بوجود كلب موجود في المكان جوه العشه ذات نفسها او جوه الاوضه اللي انت بتربي فيها ذات نفسها، او وجود قط او وجود قوارض بتخش مثلا انت مش مقفل المكان كويس، ففي وجود عرس او فيران بتخش تهاجم تاكل البيض او تاكل الزغاليل لو كانوا شغالين، بتلاقي الحمام واقف انتاج. الناس طبعا تستغرب تقول لك الحمام كان منتج مره واحده وقف، لان الفتره اللي قبلها كان البيض بيختفي، الزغاليل كان بتختفي. طبعا يا فندم كده في حشرات قوارض بتخش زي مثلا الفيران وزي العرس بتخش تهاجم الحاجات دي، فالحمام بيخاف على الزغار بتاعته وعلى الزغاليل بتاعته، فبالتالي ما بيبقاش منتج خالص وبيخاف وما بيضيعش انتاج وبيبقى قاعد متزعل. اول ما تخش على الحمام تلاقي الحمام راكن على كله على جنب باصص لك قوي خايف، حركته سريعه مضطرب، ده كله ليه من الهجوم بتاع القوارض عليه اللي بياكل البيض بتاعه وبياكل الزغاليل بتاعه، فبالتالي بيوقف انتاج. فطبعا دي من ضمن اهم الاسباب اللي بتخلي الحمام يبطل انتاج، فلازم تقفل مكانك كويس لو كنت بتربي مثلا على سطوح في منطقه شعبيه ولا حاجه، تقفل المكان بتاعك كويس جدا، ما تخليش اي فرصه ان فار يخش او عرسه تخش، تمام؟ السبب الاخر اللي بيخلي الانتاج يقف وبيخلي الحمام يبطل انتاج الحاجات المرضيه او الاصابه بالديدان. طبعا زي ما احنا عارفين ان الاصابه بالديدان ديت، الديدان ديت حاجه متطفله وحاجه بتفضل قاعده في جدار المعده والامعاء للحمام او للطير او جميع الطيور، بتاكل كل الغذاء اللي بياكله بتمتص عليه وبتمتص على الدم بتاع الحمامه، فبالتالي بيجي له ضعف ويجي له انيميا ويشقف. تلاقي الفرد او الطير الشقف يعني الجزء بتاع منطقه الصدر اللي بيبقى فيه اللحمه ده بيبقى خس جدا والعظميه بارزه جدا، فده بيوقف برضك على الانتاج، لان النتايه ما بيبقاش عندها القدره ان هي تبدا تجمع البيض جواها او تكونه عشان تبدا تبيض. والذكر غالبا اللي مصاب بديدان دايما التخصيب بتاعه بيبقى رايق ما بيخصبش البيض، فده من ضمن الاسباب اللي احنا لازم نكافحها عشان خاطر ما نوقفش انتاج الطيور بتاعتنا في الموسم بتاع الفرخ. نهتم ازاي ونتخلص ازاي من المشكلة دي؟ لازم نحط بيبرازين، سترات البيبرازين ده مضاد للديدان ممتد المفعول، بنحطه مرة كل 3 شهور جرعة الصبح على الريق، بنحط جرام واحد على المية لمدة 2 يوم، يعني النهاردة حطينا جرام على اللتر وزقنا الحمام، تاني يوم نغير المية ونغسلها كويس او نشيل المية من بالليل عشان يبقى عطشان ونحط جرام على لتر ونحط تاني. ليه بنحط 2؟ علشان خاطر الفرد اللي ما شربش امبارح يشرب النهاردة ونتأكد ان كل الحمام شرب. ده كده بيخلصك من الديدان الموجودة كجرعة وقائية. في ديدان هتنزل وهتموت، مفيش ديدان يبقى احنا ما ضرناش الحمام وفي نفس الوقت اعطينا جرعة وقائية. دي من ضمن الحاجات اللي بتوقف الانتاج. طبعا الحاجات المرضية المزمنة، يعني مثلا برد مزمن، كوكسيديا، سالمونيلا، الحاجات دي بتوقف الانتاج والنوتي ما بتقدرش تحصي، فبالتالي لازم تكون منتبه جدا جدا للطيور بتاعتك وتشوف الطيور بتاعتك اول ما تحس ان في مرض داخل عليها بتشوف العلاج المناسب وبتبدا تتعامل مع الحمام علشان تختصر الوقت وعشان خاطر الحمام ما يموتش منك. طول ما الحمام عيان طول ما الانتاج بتاعه واقف ومفيش انتاج، تمام؟ تحياتي ليكم، ويا رب اكون قدرت افيد حضراتكم النهارده واقول لكم اسباب عدم انتاج الحمام ايه، وان احبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.